ال يعني نقول لحضرتك النهارده يوم تاريخ. الو، ايوه سامعيني كده؟ اه كده كان الاول الصوت بيقطع، دلوقتي انا مش ابتديت عارفه اسمع. الحقيقه. اولا كل سنه وحضرتك طيبين. حضرتك طيبة يا فندم. اليوم النهارده يوم تاريخي، يوم كله سعاده لنا، لان وفخامه الرئيس يوقع على فكره التحالف اللي هو اكثر سيادته هو اللي اشار بيها، من ما قلنا ان عندنا 22 عام في المجتمع المدني، واحنا أي اليوم ده الى وقتنا هذا نسعى 24 ساعه جاهدين صحيح بنثبت لسيادته ان الفكره فكره صح، أي ان احنا اشتغلنا 40 سنه فعلا في مستوى التنموي الاجتماعي والمراه المعيله والمشاريع الصغيره، كل ده كله، بس نعم كنا فعلا بنروح المكان نبقى مجموعه مؤسسات عاملين كله يشتغل ويخدم في أي سبيل مصر وفي سبيل الناس اللي هي اولى مساعدة بالرعايه، أي بس الحقيقه ممكن مكان تاني خالص ما فيش حد عنده. ايوه فمن ايوه هنا جت فكره التحالف الحقيقه، ان احنا ايوه قاعده البيانات كلنا اتجمعنا على مستوى مصر، ايوه كلنا قلنا كل واحد ليه مجال او اثنين او ثلاثه او 10 هم نتعاون، ايوه عملنا المشاريع الكبيره اللي اتعملت، عملنا خواص الفطر والعافيه ما شاء الله، كانت اخر حاجه ما شاء الله. من اليومين اللي فاتوا دول كانت في كفر الشيخ، لا وكانت ما تتخيليش فرحه الناس لما بنروح. اوي 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 ولما احنا بنروح مجموعه مؤسسات، ايوه كلنا كاننا مؤسسات، نعم كلنا في سبيل مصر، كلنا نعم بنقول يا سياده الرئيس حضرتك فكرتك ممتازه، انت يعني حاسس قد ايه الغلبان ده محتاج، وقد ايه المراه المهيله محتاجه، وقد ايه ايوه ان احنا كمجتمع مدني لازم نتعاون ونطلع الجمال اللي بيتشاف كل مره في القوافل ايوه وفي كتف البدايه. كتف في كتف كمان استاذه سمية، اديكي كانت شفت هايله جمال هايله. الفكره، يعني احنا فعلا طلعنا حاجات وعملنا حاجات ما كانش ممكن حد يتصور ان بالكم ده وبالعدد ده وبالتكاتف ده في وقت كنا بنقول العالم كله في ازمه. بفضل ايوه الله، ايوه ما انا بفضل الله. التواجد، تواجدكم تواجدكم وظهوركم في بس الازمات يعني واحتياج البلد ليكم شيء عظيم بصراحه. ان احنا بفضل الله، بفضل التحالف وتوجيهات سياسه، ان احنا نعمق مفهوم التطوع في العمل ايوه الاهلي والثانوي، ما دي حاجه عظيمه، ان احنا نجمع الجهود الفرديه والجماعيه لمدينه التنميه حاجه عظيمه، نعم ان احنا نتعاون مع جهه الدوله في تقديم ايوه اداء افضل للمجتمع، يعني حاجه الحقيقه ما حصلتش قبل كده، ايوه تحقيق صحيح المزيد من العداله هي للمجتمع بتاعنا، دي برضه حاجه من تعليمات سيادته، ايوه ايوه ازاي ان احنا بقى كلنا كمؤسسات نجتمع كلنا ونقول ان احنا ايد واحده، ونقول ان ايوه احنا مصر هتفضل على طول بخير ايوه رغم ايوه حقد الحاقدين بقى حسب الحاقدين وايا كان الناس المغرضه، لا مصر والله بخير. انتوا بتشتغلوا ولا كأنه يعني بحاطين كل الحاجات دي على جنب كل حاجه مش يعني شغلكوا، وعندكوا هدف، عندكوا يعني هدف. دايما دايما ايوه محمد زياد ابو العنين نعم هي توجيهاته، لا كل ما املك من مال ومن عائله حقيقي المتطوعين فدا صحيح بلدي وفدا تعليمات سياده الرئيس، لان صحيح دي بلدنا، لو ما كانش صحيح كل واحد بكل ما يملك في نعم الفتره دي يدي مصر ايوه يبقى احنا مش مصريين. لا نعم ما نعم تتخيليش بقى السعاده انك ايوه تروحي للناس دول ايوه والناس تقول لك يا جماعه مفيش حد كان اصلا بيعمل كده معانا، يا بيشوفنا جماعه ولا حاسس بينا. يا جماعه ازاي انتوا حاسين بكل قريه وكل نبع بتوجيهات سياده الرئيس، ايوه لان احنا بلدنا جميله وهتبقى جميله والخير ده لن ينقطع بفضل الله في مصر. ربنا يزيدكم من الخير لا ويزيدكم من تتخيليها. العمل الخيري. ده حقيقة، وده غير حاجات كتيرة، يعني انا عارفة ان حضرتك مش هتحبي ان انا اقولها في وجود حضرتك، ده غير اللي بيتعمل من غير حد ما يعرفه، في حاجات كده والله ما احنا بتحبوش. بنتمنى يكون العمل لله وللبلد، ونعم بالله صحيح وده جزء من 24 ساعة، يعني ايوه شغال عشاننا احنا او شغال عشان مين؟ صحيح 24 صحيح ساعة بروحه وبقلبه وبوقته، صحيح نقول لا وافكاره و... يعني لا اعملوا هنا كذا، لا ايوه لازم الناس الاولى بالرعايه خلي بالكم منهم، لازم ايوه ذوي الاحتياجات الخاصه خلي بالكم منهم. ايوه تعليمات صحيح سياده الحقيقه يعني مهما عملنا احنا مش هنعمل واحد في المليون من الناس اللي بيوجهوا ويقولوا ويعملوا الحقيقه، وان شاء الله مصر هتبقى ام الدنيا بإذن الله بإذن الله وكل الدنيا ان بقية شاء الله يا حبيبتي، ربنا حبيبة يخليكي قلبي. وأعتقد المسؤولية بقى هتزيد عليكم بعد هتزيد تصديق مليون سيادة مرة الرئيس. مش بس حد هنعرف بس خلاص انتوا قدها وقدود والله يا ان أستاذة شاء سمية. الله. والله يعني دايما على طول، حتى لما كان عندنا القافله اللي فاتت دول، وباذن الرحمن عندنا باذن الرحمن بكره عندنا احتفاليه، وازاي هايل نهتم بقى
دارس وكده تحالف ومؤسسه. بالظبط. يعني ان شاء الله العمل مش هينقطع، وباذن الله ان شاء الله يعني ربنا يبارك في كل مجهود كل مخلص بتعمله يا رب يا رب. بشكر حضرتك استاذه سميه بولانيه، بشكرك فندم، بشكرك، بنشكر كل القائمين على اشكرك، اشكرك فندم، مسؤوليه